المسح على الخفين ثبت بالقرآن على قراءة الخفض في سورة المائدة إذا كانت القدمان مستورتين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض كما قال بعض العلماء. وأما من حيث السنة قال الإمام أحمد رحمه الله فيه 40 حديثا: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، يعني ليس في قلبي أدنى شك من المسح على الخفين، بل إن العلماء عدوا المسح على الخفين من قبيل الحديث المتواتر معنويا. والمسح على الخفين يختلف عن المسح على الجوربين: ما كان مصنوعا من جلد يسمى خفة مأخوذ من خفاف الإبل، وما كان مصنوعا من غير الجلد فيسمى جوربا، وهو ما يسمى عندنا بالشراب. فالشراب من المسح على الجوارب، والمسح على الجوارب جاء فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود.